مع المواطن العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتخابات تشرين، إزاحة أم إعادة للوجوه، وسيناريوهات تحضيرات المفوضية والقوى السياسية، وبين انسحاب وتقدم على مستوى الانتخابات، سنناقش هذا الملف مع الضيوف الكرام. قبل أن أذهب إلى هذا السيناريو المهم وتوقيته الحساس، وإحنا نقترب من 48 يوم على إجراء انتخابات إذا حصلت في 10/10 أكتوبر إن شاء الله. انتخابات تشرين، إزاحة أم إعادة للوجوه؟ نتابع التقرير. انتخابات تشرين، إزاحة أم إعادة للوجوه السياسية؟ أكتوبر الثورة تأتي بأكتوبر الانتخابات في ظل تراجع خطير للقوى السياسية التي كانت تهيمن على انتخابات العراق، مع تنامي سيناريو التأجيل من أصحاب الإفلاس السياسي. على الرغم من تحضيرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستعداد الحكومة للموعد المقرر للانتخابات في 10/10 تشرين، السيناريوهات متعددة والخيارات مفتوحة، والباقي لا يتجاوز 48 يوم لضرب صناديق الاقتراع وفق قانون فردي وإجراءات جديدة مناطقية يراها البعض ملتهبة التوقيت، خاصة بعدما ذهبت القوى السياسية لأجهزة المفوضية التي يراد لشركات التزوير أن تكون حاضرة في العدوى الفرز الإلكتروني عبر حشو الأصوات للمتنفذين، أو استخدام ما يسمى الفلاش رام واختراق السيستم. فهل الشركة الجديدة قادرة على حماية الانتخابات وأصوات الناخبين؟ وهل يشهد العراق مراقبة دولية حقيقية لانتخابات تشرين؟ أم نفس الطاس ونفس الحمام؟ عدنا معكم مشاهدينا الكرام لأهمية هذا الملف، راح أناقشه مع ضيوفي الكرام. معي في الاستوديو الزميل وأستاذنا الكاتب والصحفي فلاح الذهبي، شرفتنا. أهلا وسهلا. الله يخليك. وأيضا الترحيب موصول بالدكتور باسل حسين، رئيس مركز جوادا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي. أهم شيء قلنا الاسم صحيح أستاذ باسل. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ومركز كلوادا للدراسات، هو بالاصل الكلمه اراميه كلوادا. ممتاز ممتاز. خلينا نبدا مع السيد فلاح. سيد فلاح، الانتخابات تشرين نسخه من 2018، لو اكو امل للتغيير؟ يعني بقياده نفس القوى السياسيه لا تامل الكثير في التغيير، لا اعتقد سيتغير الكثير، لكن ربما الاستراتيجيات الدولية والإقليمية سيكون لها أثر برسم خارطة وأداء مختلف، حتى لو كانت كثير من الوجوه ستعود إلى نفس الخارطة. صح غيروا بقوانين الانتخابات، ولكن حتى في هذه، لأنه تعرف الانتخابات أصبحت في العالم حرفة، وفي العراق احترفنا الآلية ربما أكثر من حتى من أفضل الديمقراطيات في العالم. اثنين، هي واحدة من الضحك على ذقون الناس أن الديمقراطية هي صندوق الاقتراع. حقيقة صندوق الاقتراع هو شكل ممر لأصل الديمقراطية، وليس هو الأساس في الديمقراطية. وطبعا هذه القوى تغلغلت وتحولت إلى هي الدولة العميقة التي تدير. أنت لا تحاسب وزيرا لأن الوزير ليس صاحب قرار، ولا تحاسب مديرا، ولا تحاسب كائنا من شئت. في السابق كانت تقسم الوزارات، كل حزب يأخذ له وزارة، والآن كل محافظة أيضا تابعة لحزب. الآن من بعد ما شح وجف ضرع البقر الحلوب في العراق، الآن باتوا كل اثنين كل ثلاثة يشاركون بوزارة، وبالتالي تلقى الوزير يحصل على الشتائم والأشياء تمر
طيب يعني فمن جنابك احنا امام اعاده تجربه. اي طبعا طبعا. جميل. دكتور باسل اريد اسال سؤال كثير ما تعلق وتشير جنابك على قضيه اجهزه الانتخابات وفرضيات التزوير. الان اكو اكثر من سيناريو صار للتعاقد مع شركات، ليش اكو مخاوف الان من عمليات التزوير اللي تلحق اجهزه الانتخابات؟ لان الاجهزه نفسها اللي استخدمت عام 2018 وهي اجهزه ميرو سيستمز الكوريه. هذه الشركه حينما تم التعاقد معها كانت هي بالاصل شركه تعمل سكانرز حقيقه، ويعني مجمل مبيعاتها كان 5 مليون دولار. تعاقد معها بمبلغ فوق ال 100 مليون وهذا خلاف التعاقدات، هذا اولا. ثانيا الشركه كانت تضع على سبيل المثال، يعني نحن نعرف انه في الان في العالم اصبح الموقع الالكتروني هو بمثابه الناطق الرسمي لها، لكنه مع الاسف كانت تضع برج التجاره العالمي الجديد الان على موقعها وتقول هذا موقع في سيول، هو في حين انه هو في نيويورك. ثانيا يعني كيف تتوقع شركه راسها؟ ثالثا عندنا كانت تقارير، تقرير السفاره في 2018، تقرير السفاره العراقيه في كوريا اللي اشارت انه هذه شركه غير رصينه وان الاجهزه هي عباره عن اجهزه تجميع. عندنا تقرير المخابرات انذاك في 2018 انه قابليتها المفرطه على، مثل ما حذرت حقيقه بدن، انه قابليتها المفرطه على الاختراق وانه ممكن من السهوله بمكان اختراق هذه الأجهزة لعدم يعني تمتعها بأبسط شروط الأمن، سواء الأمن السبراني أو حتى هو الأجهزة نفسها. لأنه ليش راحوا إلى شركة بريطانية وبعدين رجعوا إلى شركة ألمانية على أساس لحماية قضية العدو الفرز الآن؟ وهل فعلا هاي يعني نفس الطريقة راح تصير؟ هاي خطيرة إذا نفس الطريقة. لا، هذه شركات فاحصة. يعني نفترض في 2018 كان هناك من المفترض تكون شركة فاحصة، تم التعليل أن الوقت غير ملائم وتم الاعتماد على ما تقول المفوضية من دون وجود شركة فاحصة تقول بصلاحية هذه الأجهزة بالسلب أو الإيجاب. حتى الشركتين البريطانية الفاحصة ثم الانتقال إلى الألمانية والاضطراب في عملية، لما حقيقة نفهم هذا التحول، ثم هذه الشركة أنا دخلت الموقع الشركتين ما عندها أعمال مماثلة في هذا المجال. صحيح هذه الشركة الألمانية الأخيرة اللي حتى ما ذكرت اسمها صحيح المفوضية، هي يعني ما ليس يعني بحثت عنها، ليس لديها أعمال مماثلة، بل أنا حتى راسلت المدير التنفيذي لها وأيضا ما لم أجد إجابة، حاولت أن أجد إجابات. دكتور من نعود جنابك، أريد بس تشرح للرأي العام العراقي أنه كيف تتم آلية التزوير بهذه الأجهزة وكيف يصير سهولة اختراق الفلاشات والحشوة. من نرجع جنابك سيد فلاح، أكو قضية الآن من أراقب تصريحات القوى السياسية الفاعلة الآن بالمشهد العراقي، هم مع الانتخابات ومع إجراءها بموعد محدد وكأنما حاطين يدهم مي بارد، يعني ما خايفين لا من القانون ولا اكو شيء تغيير ممكن ان يصير. يعني شوف، بالعكس انا الاحظ هنالك ضخ اعلامي وكم هائل من بالونات الاختبار للشعب العراقي في قضيه انه احتمالات التاجيل ومحاولات لثني الناخب العراقي عن التوجه للانتخابات، لكن في قرارة القوى السياسية التي تعتقد أنها ستحصل على نصيب الأسد في الانتخابات ستخوض الانتخابات. في الوسط الشيعي سيد مقتدى الصدر إذا لم يشترك سيفرح الآخرين، وإذا اشترك لا أعتقد أنه سيفرح كثيرا، لأن الرقم الذي بدأ به التيار الصدري في موضوع الانتخابات لا أعتقد أنه سيتمكن منه. اثنين، هنالك قضية مهمة حقيقة في العالم الرقمي، هو من أكثر التخصصات اللي قدرة الهكر عليها، حتى هكر عراقي يقدر يهكر
هذه الأجهزة ويقدر يملي ما يشاء. فأنا في تصوري هنالك رغبة حقيقية حتى أسمي الأشياء أمام المشاهد. أي. في حالة عدم دخول التيار الصدري فمجموعة السيد المالكي وهادي العامري وصادقون ومجموعة كتائب حزب الله هؤلاء إذا التيار الصدري لم يشترك أعتقد سيحصلون على أرقام كبيرة مع عدم الاشتراك العالي توجه الناس للانتخاب العالي. التنافس في المناطق السنية معروف بين سيد خميس الخنجر والحلبوسي، ربما المزاج سيتجه باتجاه قضية، هي القضية قضية من يترأس البرلمان. في هذه المرحلة احنا سوف لن تكرر الوجوه كما حصل في زمن المالكي، كانت بداية التجربة، اعتقد سيكون شيء اخر. في اقليم كردستان محسومة الاشياء، وحزب وعنده ناخبين وعنده الشارع مالته بامكانهم يحصلون على ما يريدون. لكن السؤال في حالة اشتراك التيار الصدري ولم يحصل على الأرقام التي يريدها، هل سيرضى التيار الصدري مثلا ب30 مقعد أو 35 مقعد؟ زين افتراضا عندنا تصريح للدكتور باسل، خلي يشاركنا بهاي حتى هم نسأل على آلية التزوير. تقول سيد باسل، دكتور تقول انسحاب السيد الصدر فيتو إيراني، شلون؟ أنا أعتقد أنه كان هناك تحفيز بالنسبة للتيار الصدري، وإلى فترة قريبة كان هناك حد عد الأيام الوصول والحديث عن حصول على منصب رئيس وزراء والحديث الوصول على 100 مقعد. طيب إذا كان هناك فساد فالفساد موجود، أيضا هم جزء من المنظومة السياسية، يعني لا شيء استجد حقيقة. وبالتالي الشيء أنا أعتقد اللي استجد هو في مسألة تولي منصب رئيس وزراء. على ما يبدو يعني هذا ما قلت، هذا تحليل، أن هناك فيتو إيراني على مسألة تولي مرشح من التيار الصدري إلى منصب رئيس وزراء. ثم أن حتى العدد المرشحين للتيار الصدري هو 95، يعني حتى يعني رقميا لا يمكن يوصل الى 100، لانه عدد مرشحهم 95. هاي اذا فازوا طبعا، هاي اذا فازوا ال 95، اذا فازوا جميعهم، وهذا امر يعني مستحيل. انا اعتقد هذه الانتخابات تسجلها عاديه ستكون توزيع افقي، يعني ستشاهد يعني الارقام ما بين العشره والعشرين ستوزع اضافه للافراد، اللي هناك مرشحين افراد، وبالتالي انه صعب حتى شلون تلم يعني توصل 165 الكتلة النيابية الأكثر عددا لشكل الحكومة. ربما سوف تطول حتى تشكيل الحكومة إلى ربما 5 6 8، يمكن يعني سيناريو تشرين هذا يختلف تماما عن السيناريو 2018 بتشكيل الحكومة وغيره، والفاعل الإقليمي والدولي سيكون حاضر. هذا سؤال مشترك بينك وبين أستاذ فلاح. لا هو واضح، يعني واضح لأول مرة مجلس الأمن يدخل على هذا الخط، ولأول مرة يرتفع عدد المراقبين في الأمم المتحدة. كان عدد من الأفراد، الآن مكتب ضخم ومكتب كبير للأمم المتحدة في العراق، هؤلاء للمراقبة. وأعتقد في نهاية المطاف سيعتمد مجلس الأمن على التقرير، طبيعة التقرير الذي سترسله الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالنتائج الانتخابات. شوف، ربما أتذكر بيان غوار الطوشي من الشعب يطلع يبدل الوزير، يشيل الطربوش من هذا ويحطه على رأس هذا، فيصير التغيير بهذه الطريقة. ما ذكر الدكتور هو حتى في الانتخابات السابقة وكان هنالك دعوات أيضا، ذكر من السيد عمار الحكيم ومن آخرين، وحصلت في زمن دكتور حيدر العبادي، باتجاه يذهبون باتجاه
اللقاءات العمودية كتشكيل كتل، لأنه لا يستطيعون تحقيق أغلبية، لأنه نحن ديمقراطية توافقية، احنا مو والله تسوي أغلبية، احنا مو بريطانيا ولا أي دولة أخرى متحضرة. وبالمناسبة حتى الوسط الشيعي بعد ما تشظى بات يقلق من فكرة أن تكون هنالك اتفاقات أفقية حتى لا يفقدوا رئاسة الوزراء، يعني بهذه الطريقة. جميل، راح أعود لك دكتور باسل. ذكرت شيء بس أريد هم تصحح لنا اياه، قلت شنو ممثلة الأمم المتحدة هي التي ترشح شركة وهمية للانتخابات، شلون هاي تصير؟ لأنه الناطقة باسم المفوضية قالت أنه الترشيح أتى من المفوضية لعشر شركات، من هذه الشركة البي دبليو سي. وهذه المشكلة أنه هي الشركة موجودة شركة يعني عالمية، لكنه الفرع العراقي اللي تم ترشيحها هو مو صحيح، يعني حسب يعني دعاية المفوضية أنه لا يمت بصلة إلى هذه الشركة العالمية، وأنها مسألة انتحال، لكنه لم نرى أي تحرك من المفوضية تجاه ما تقوله. هل ستقوله يعني غير أنه إذا يعني هذه الشركة منتحلة الصفة غير يتم محاسبتها، ثانيا أنه حتى هذه الإحالة أي دكتور باسل قطع الاتصال، نرجع له. مقدمات الانتخابات غير مطمئنة الآن، دخول الأمم المتحدة على الخط، أكو بعض يطالب بمراقبة دولية حتى تكون شفافية الانتخابات، وأيضا تحذرون من قضية تزوير الانتخابات، الإيقاع ملتهب الآن. وشوف يعني احنا مو بكوكب واحدنا العراق، العراق على مر التاريخ، على عبر التاريخ، يعني البابليين جاءوا من الجزيرة، والبابليين هجموا عليهم الآشوريين. حقيقة أهمية العراق هو المنطقة الرابطة بين الشرق والغرب. اثنين، العراق وادي ويسمى بوادي الرافدين، والوادي بمعنى أنه قبل كانت المجتمعات زراعية، فكل المي جاي عندنا احنا. هسه انت تريد تحفر ابار في محيط العراق، ما تظل قطره مي لا بالسعوديه ولا بالاردن ولا بايران ولا بقيه الدول، لان نحن وادي. فاهميه العراق حقيقه هو لا ادري هي الخارطه البريطانيه صنعتنا بهذه الطريقه. جميل، راح ارجع لك. رجع لنا دكتور باسل. دكتور باسل فكرتك اسف يعني بسبب الانقطاع، تفضل. بس قل لي شنو الأمم المتحدة ترشح؟ هل من حق الأمم المتحدة ترشح شركة؟ هو هذا الاتفاق، أنه الأمم المتحدة ترشح 10 شركات من أجل فحص هذه الأجهزة. المشكلة أنه إحنا ما عندنا تمويل حقيقي، ولذلك يتم إلى شركات حقيقة غير رصينة، أو يعني لا تستجيب للمتطلبات، لأنه الشركات الكبرى في هذا المجال تطلب أموال كبيرة. هذه مسألة. ثانيا، الأمم المتحدة حينما رشحت العشرة كانت بي دبليو سي يعني نعم، من ضمنها، لكنه مع الأسف أنه كانت هنالك شركة على أساس قالت المفوضية أنها تنتحل الصفة. طيب غير نعرف هنالك ما هو الإجراء الذي متخذ، ثم كانت هنالك لجنة مختصة من داخل المفوضية للتأكد من رصانتها، والسيدة الناطقة قالت إحنا أكدنا من رصانات هذه الشركة، ثم اتضح أنه ربما البعض تدخل رئيس الجمهورية إلى آخره، أنه هذه الشركة غير رصينة وتم إحالتها إلى الشركة الألمانية. طيب حتى هذه الشركة الألمانية لم تكن يعني ليس لديها أعمال مماثلة، وبالتالي هذا راح يضعنا أمام علامة استفهام. ثم حتى في عملية المحاكاة رأينا المفوضية قالت أن نسبة النجاح المحاكاة 100%، وأنا استغرب شنو يعني في المحاكاة هي من اجل تجاوز اخطاء ما بها نسبه نجاح 100%. دكتور باسل احنا مشكلتنا بالانتخابات لو بالاداره التنفيذيه،
مشكلتنا بالانتخابات لو بالحمايه حمايه اصوات الناخبين. لا حتى نتائج دكتور، حتى نتائج المحاكاه كانت يعني متدنيه، الاجهزه عطلت. جميل. الجهاز يخلوه مشحون فول من يطلع من الكهرباء يعطل. اقرا التقرير اللي طيب صدر. طيب دكتور باسل، اهم خلينا نبقى بهاي الجزء لان ملاحظه استاذ فلاح مهمه جدا. قضيه انه تحضيرات المفوضيه هذا التيست اللي صار انه له علاقه بقضيه حمايه الاصوات وغيره، وممكن احنا اكو تطمينات من المفوضيه اذا ذهبنا الى انتخابات حقيقيه ممكن المفوضيه ان تعطينا تطمينات. هسه وفق المفوضيه تقول لك انا جاهزه. لا هذا الكلام يعني حقيقه مرسل، لانه كيف تكون جاهز وهذه الاخطاء موجوده؟ شوف الانتخابات، انت متفضلت انه كيف احنا نعمل انتخابات نزيهه؟ اولا يعني تبدا بالاطار التشريعي، احنا الاطار التشريعي خاطئ. اها. لانه نعم لان الاطار التشريعي غير صحيح. اولا حينما اقر البطاقه الالكترونيه ولم يقر البطاقه البيومتريه، وهذا شنو يعني؟ الان اسمع، تسمع هنا أنا سوق للبطاقات الالكترونيه القديمه. اذا هنالك حسب ما يقال يتداول اربعه، حسب تصريح رئيس دورة القانون قال 4 ملايين بطاقة. طيب احنا تصريحات اخرى من المفوضية تقول لا هناك وصلنا 2 مليون. طيب 2 مليون اذا ثمن الصوت يعني 20 ألف، هذا احنا عندنا اذا بالمليون يطلع لك 100 نائب مزور. صور اذا ثمن الصوت 20، واحيانا هو اقل يعني ثمن المقعد عفوا 20 ألف، أحيانا يفوز بالجولة الأولى ربما واحد يأخذ 40 بس الثاني جزء يفوز ب600، لأنه هذا نظام الجولة الأولى، وهذا خطأ كبير لأنه راح يخلق لنا أزمة يعني تمثيل. عندك أيضا في تقسيم الدوائر، قسمت الدوائر على إرادة الفاعلين والنافذين في كل دول العالم. لا صحيح عملية تقسيم الدوائر صح لهذه السلطة التشريعية، لأنه يعني يصير فيها يعني تضارب مصالح، يعني هذا مبدا تضارب مصالح حاضر، وبالفعل هنالك دوائر يعني تم تقسيمها لصالح هذه القوى السياسيه، وبالتالي الاطار التشريعي هو اطار غير صحيح غير صحيح. اخوي والاطار التنفيذي شلون نقدر نحمي اصوات الناخبين والان الناس اللي تريد تشارك بانتخابات تشرين؟ سريعا دكتور. اي نعم، هنا عندنا الاداره الانتخابيه، يجب ان تكون اداره انتخابيه مستقله مهنيه صريحة شفافة. أهم يعني سمات الديمقراطية أن تكون شفافية. ليش أنت شايف شفافية؟ أنت شايف أحد صرح أكو فكرة التواصل بين الجماهير، هنالك حتى أخطاء في البطاقة الأخيرة، يعني المستشار رئيس الوزراء السيد هنداوي قال 120 ألف بطاقة بها أخطاء. أول ما أثرتها أيضا قلت هناك أخطاء، حضر مع في أحد البرامج السيد حسن العبوس وقال غير صحيح ما موجود اخطاء، ثم تبين انه وجود اخطاء. طيب انا كيف اصدق انه هناك تصريحات مفوضيه غير الواقع؟ يعني قالت 100% النجاح ثم ظهر التقرير المحاكاه انه غير صحيح. جميل. الان هالمره من نرجع لك من عبر اليه التزوير شلون تصير اذا رادت جهات تزور الانتخابات؟ من نرجع جنابه سيد فلاح، احنا رايحين ل 10 10، 48 يوم رايحين الانتخابات، من مصلحة من لا تحدث انتخابات؟ من اللي كثير تصريحات قالوا انه احنا ماذا ما صار تروح فوضى، يعني ليش ننصر على توقيته حتى لا نذهب الى فوضى والى السيناريوهات اللي ذكرتها الاقليمية وغيرها؟ شوف في هذه المرحلة بالذات الحساسة الوضع بشكل عام قارب على توافقات دولية، ما حصل في افغانستان هي المنطقة التي سيتم فيها التفاوض ما بين الكبار، إيران ودورها بالمنطقة، تركيا ماذا تريد؟ احنا لدينا اثنين من القوى تتحكم، وهذول الاثنين لهم أصدقاء، يعني أصدقاء إيران وأصدقاء روس. تركيا وتركيا نوعت من أصدقائها بين الاتحاد الأوروبي وتشتري صواريخ من روسيا، والمشكلة التي تسببت لها وعدم انضمامها للاتحاد الأوروبي. الوضع الآن حقيقة وضع ملتهب. طيب
الحركة العامة بالمنطقة كلها مبنية على قصة اقتصادية وصراع اقتصادي ممرات وغاز، وبالتالي لما هذول كلهم في نهاية المطاف إذا اتفقوا لازم تكون تهدئة، لازم يكون أمان في المنطقة. في هذه اللحظة التي هي مرحلة مفاوضات أيضا العراق سيخضع، قلت لك الانتخابات قصة أصبحت حرفة الآن، وأمريكا تهكرت منه العراق، يعني احنا عندنا تسولفون أنت والدكتور على أجهزة بسيطة يعني اللي عندنا احنا، إذا الأجهزة الأمريكية تمكنت فوزت روسيا ترامب بها في المناطق الرمادية وتمكنت من المرور بها. أنا اللي أريد أقوله لا يمكن أن تشكل كتلة كبيرة يخرج منها رئاسة الوزراء أو جهة تأخذ الأغلبية وأخرى تأخذ ما لم يكن هو ضمن المناخ المحيط بالعراق وضمن المناخ الدولي وضمن تأثيرات هذا المناخ، وبالتالي نتائج الانتخابات ستكون ضمن طبيعة المناخ وما مطلوب في المرحلة جميل المقبلة. إذا الوضع ملتهب الآن لماذا أن لا نذهب إلى انتخابات وحكومة جديدة وانتقال سلمي للسلطة أسلم من التأجيل؟ هو بدو قرار تتأجل، قلت لك أنا ماكو دعوات، أنا هذا قصدي أكو دعوات بعض الجهات تريد تجرك للتأجيل. إذا حصل التأجيل نحن ذاهبون إلى الفوضى. تيار صدري طلب أن تكون في موعدها المحدد لها، تستكمل إلى نيسان الانتخابات وتمضي، ولكن أنا أعتقد وأتمنى أن لا يحصل هذا السيناريو، ما دام القضية ربطت بتقرير التابع للأمم المتحدة معناها المتنافسون ينبغي أن يتفقوا على طبيعة هذه النتائج وطبيعة الحصص، وحتى لو خرجت هذه النتائج أعتقد سيكون هنالك نوع من الاحتكاك على الأقل في الجنوب. جميل جميل، هذا سيناريو خطير. دكتور باسل ما أرد أوديك على الخطورة شلون جميل، لأن سيناريو الجنوب خطير هاي، لأن هسه أكو طبخة من تباوع المناطق الغربية، بعض المناطق الكردستانية مستقرة من زمان، وكأنما أكو سيناريو يراد لانتخابات أن تكون بها فوضى في الجنوب. هاي راح تجاوبني عليها، بس قل لي آلية التزوير شلون تصير عن طريق الفلاش رام وغيرها والحشو. أولاً خلنا نعرف طبيعة الأجهزة. نيكي هاي المندوبة الدائمة السابق أو الأسبق في الأمم المتحدة المندوبة الأمريكية حذرت الكونغوليين من استخدام هذه الأجهزة، وهي نفس الأجهزة اللي استخدموها الكونغوليين في انتخابات 2019. وكان هو حتى السؤال لماذا لم تحذر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا العراق من هذه الأجهزة، بمعنى أن هناك حتى تخوفات دولية، وبالفعل أنه يعني مفارقة حتى تم حرق الصناديق في العاصمة الكونغولية، يعني يبدو أنه تعلموا من عندنا، لأنه أيضا تم حرق يعني حرقناها المرصاد أخوي وبالموصل إحنا أنا هم حرقوها تعلموا من عندنا ظاهر، يعني هي أحد حتى بكركوك الإجراءات. طبعا واضح جدا كان المفاعلين، يعني كانوا يعتقدون ان هنالك سوف تدقيق حقيقي، لم يكن هناك من هذا التدقيق، وبالتالي تم حرق الصناديق بفعل فاعل، هذا امر واضح جدا. ثانيا في قرغستان استخدمت نفس الاجهزه، ثم اكتشفت عمليه تزوير كبيره، دخلوا المعارضه والمتظاهرين الى البرلمان وتم اسقاط نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها، وايضا نفس الاجهزه. طيب احنا عندنا نماذج جدا، نموذج الكونغولي سيء، نموذج قرغستان سيء، وبالتالي غير حقيقة. المفوضة قالت أنه تم استخدامها في روسيا، رحت في روسيا وسألت في روسيا، قالوا لا الشركة المجهزة غير الشركة ميرو سيستم، والجهاز اللي صنعته في روسيا هو يكلف 200 دولار حقيقة، والشركة المجهزة شركة روسية ليست ميرو سيستم، في حين احنا اشترينا بحدود الجهاز الواحد اعتقد في حدود 1000 أو 1200 دولار، يعني شوف هاي في ايام هاي كل اللي تحكيها في ايام مفوضية قبل 18. زين الان احنا عندنا مفوضية وقضاة، ولربما الأجواء مناسبة أفضل، وممكن اتخاذ إجراءات مدام عندنا 48 يوم
والمفوضية تدخل على الخط تصحح هاي الأخطاء، أو تخلي مثلا عدو فرز يدوي بالمحطات لنتخلص من هذا السيناريو اللي تتحدث عنه. لا مو قلت لك الخلل في الإطار التشريعي حقيقة ما نلوم المفوضية كجهاز تنفيذي، لأنه القانون يعني يستوجب استخدام هذه الأجهزة، والعد المادة 38 هو فقط في محطة واحدة و5% يعني، وإذا كانت الأوراق غير مصادقة بنسبة 5% يعاد في كل يعني المركز، وهذا يمكن أيضا إذا في اتفاق يخلوا لك هذه الجهات المحطة إنه ما بيها شيء، باقيات الله أعلم. يعني قصدي لو هناك نية في عدم يعني تكون نزاهة الانتخابات وممكن استخدامها يعني هذه الأجهزة. شوف يعني أنا استعدت طبعا، مو أنا خبير يعني شو اسمه، لكن أنا أعرف على الأقل عندي يعني معلومات كبيرة جدا في الأمن السبراني، بس ذهبت إلى خبراء عراقيين يعملون في يعني شركات محترمة جدا، سألتهم حول العيوب منذ البدء، قالوا ما ممكن أن يكون يعني جهاز محترم أن يتم فيه في إدخال SD كارت عصا الذاكرة خارجية، لأنه هذه العصا ممكن التلاعب بها مثلا، يعني يتم وضع النتائج مسبقا وانت شو تخليه هو يطلع لك اللي مخليه، يعني اكو مثل واحد متفقين انا اجيب عصا ذاكرة الفلاش واخليه هذا وعطل 3 ارسالات الرام، هم بالاصل انه يرسلون جهاز ما RTS، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تحويل المعلومات الى هذا الاس دي كارد. طيب اذا تم التلاعب الاس دي كارد الامور كلها اصبحت مضروبه. اذا استاذ باسل نتفق على استاذ باسل نتفق على نقطه مهمه، انه الخطا تشريعي والمتنفذين والمزورين يصرون على هاي الاجهزه ولربما حتى ارغام للمفوضيه على هذا. نعم، انه المهم جدا ان تكون لدينا شركه فاحصه، يعني لا اني راح سوف يعني اقول الامر النهائي ولا حضرتك ولا اي واحد، المفروض تكون شركه فاحصه عالميه، لانه هذه الاجهزه كل المؤشرات تقول انها غير مؤهله، لانه عيوبها احيانا ممكن من خلال SD كارد تدخل فيروس تضرب لك كل المنظومه، يعني على سبيل المثال، فكيف انت تنظمها؟ ثم عمليه هم يسموها هذا انتقال البيانات عبر الفيسات، الفيسات حينما سالته قالوا من اكثر الانظمه ممكن تحكيرها، يعني بمعنى ثم خرجت المفوضية السابقة قالت أنه ما حد يقدر يهكرها إلا 200 ساعة، يعني فشيء ساذج جدا، لأنه الهكر ما تقدر تحدد له، ما تقدر تحدد الهكر تقول له هذا ممكن هكر عبقري. اي مو قال لك يا استاذ فلاح، قال لك روسيا انبوب مال نفط، مو استاذ فلاح هكره مال الاسكا. طيب هسه الحل استاذ فلاح، شلون نأمن انتخابات ويكون عندنا اشراف خارجي حقيقي، هسه أمم متحدة وغيرها مراقبين، حتى نعطي تطمينات للناس اللي تريد تشارك بشكل أكبر بالانتخابات. يعني هاي مثلا سنة 2050 إذا طيب. قاعدين إن شاء الله هاي القاعدة ممكن نسولف بهذا المنطق. يا أخي أنت متفائل هواي أستاذ فلاح 2050 2050 متفائل؟ لعد هسه قلت لي الأمم المتحدة وجايبة كادر كبير وتريد تسوي مراقبة. احنا بدنا نسولف على الكبار. لا المراقبة عفوا أستاذ بالعكس، المراقبة ما تقدر، عندنا 55 ألف محطة ما تقدر تجيب مراقبين هي عملية مكملة لإجراءات نزاهة، لكنه شو يسوي المراقب؟ شركة الخبرة الأيس تقول إنه معظم المراقبات الدولية هي عبارة ما سمتها السياحة الانتخابية، يعني هو يجي إما ممول من الجهة بعثته ويجي مثل السياحة جميل، يدخل له 10 دقائق ويطلع، هذا بالساعات الأخيرة اللي يصير التزوير، وين يقدر هو يبقى في المناطق اللي بيها سلاح، وين يبقى في المناطق اللي مسيطر عليها الأحزاب؟ طيب. وين يقدر طيب وهذا الأستاذ فلاح من أبوع خطاب المرجعية الرشيدة، تريد انتخابات 10-10 وانتخابات وفق قياسات متطلعات الشعب العراقي، من أبوع على الناس التشرينين وغيرهم اللي ما زال عندهم أمل بالتغيير،
هم يريد لك انتخابات حرة ونزيهة. شعب العراقي يريد مشاركة واسعة ويريد انتخابات حرة ويتخلص من الوجوه. شلون نحقق أخوي وإحنا باقينا 48 يوم؟ لا أقول تشرين أعلنوا كثير منهم يعني امتناعهم عن المشاركة. وكل بعض شارك. والبعض شارك. شوف هو ليش قلت لك أنا القصة صارت حرفة. يعني كثير من الأحزاب التي تريد إعادة إنتاج نفسها راحت على كثيرين وباسم مستقل وراح هو ما معروف بس هو بعدين راح يرجع يدخل ضمن الكيانات السياسية المعروفة مع الكيانات السياسية المعروفة. أنا أرجع وأكرر هذه الانتخابات هي ربما أكثر انتخابات سيكون فيها الفاعل الخارجي مؤثر. يعني الآن خلينا نسمي المسميات خلينا نسمي طيب والحفظ بيد الله. أنا أحكي شوف أخي إيران إيران لما تريد تسيطر في أماكن وجودها تبدأ بسلاح ثم بعد ذلك هذا السلاح يندك في العملية التشريعية ثم تبدأ تزداد أصواته ثم يدخل في المرحلة التنفيذية وأمامك حزب الله في لبنان. أنا في تصوري أن إيران مع هذا السباق المحموم في المنطقة وكل يريد له موطئ قدم صح. قوي يتكئ عليه. إيران من مصلحتها الآن أن تسيطر على الأقل على الثلث المعطل كما يسمى في لبنان في داخل المجلس التشريعي وربما ستكون من حصتها ومن تأثيرها رئاسة الحكومة. وفي العراق هو في العراق بعد مو قلت لبنان قلت لبنان لا احنا نسولف على له يعني ضربت لك مثل حتى الحوثيين يعني تتخيل الحوثيين الان اذا صارت مصالحه مثلا راح يقبلون انه هم هي طالبان سما قابله على محمد شاه مسعود هجموا عليه اليوم وراحوا طبوا زين مو احنا امام انتخابات ارجع لل 48 يوم باقي هي هاي مرجعيه ارادت شيء الشعب اراد نفس الحلم انه بتغيير حقيقي. بعض المتظاهرين رادوا انتخاب فردي حتى يدعم المستقلين. ليش ما نروح بهاي الفرضيه؟ ليش ما ندعم هاي الفرضيه؟ هذا قصدي والله. يعني انت نيتك حسنة بعدنا نحلم ونتفائل. انت نيتك حسنة يعني زين هاي الله ينطق على قد نيتك ان شاء الله. استاذ باسل احنا 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 نبقى بالنيات لو نخلي نبقى باليأس العفو لو نتأمل بالقادم. هل ممكن ان نغير شيء في حال صارت انتخابات في 10/10؟ اكو امل يعني؟ لان انت تقول اكو في لحظه قلت اكو فيتو من التيار الصدري اكو فيتو من مسعود برزاني هاي هم حل اياها بالتاجيل. اذا اول بالنسبه لذكرت حديث النيات تدري هو الانتخابات قائمه على النيات وليس على الدستور. يعني ما لا الموعد الدستوري لان رئيس الوزراء مو من حقه يحدد موعد انتخاب مبكره وفق الماده 64 ثانيا رئيس الجمهورية هو اللي يحدد الموعد بعد حل البرلمان لنفسه ولم يحل البرلمان لغاية الآن وبالتالي فهو موعد سياسي مو موعد دستوري هذا تعودنا عليه. ثانيا الاشتراط من قبل البرلمان غير حقيقي. ثالثا لأنه ما من صلاحية البرلمان يشترط عليه أن يحل نفسه فقط إلا صلاحية لا أحد يعني يستطيع أن يحل البرلمان إلا البرلمان أما بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية أو يعني بطلب من ثلث الأصوات. لا هم قالوا نحل نفسنا قبل 10 أيام إذا ما صارت نرجع. لا قبل دستورية. لا يوم واحد لأن يخافون قبل يوم 7 يوم 7 صحيح يوم 7 والانتخابات يوم 10 باعتبار اكو التصويت قبل يومين هو يوم 8. ثانيا المساله الاخرى السيد ما اعرف منهم ورط رئيس الجمهوريه السيد برهم صالح باصدار المرسوم الجمهوري. حقيقه ورطه لانه ما ممكن انه تصدر مرسوم جمهوري بالنيه لانه الماده 64 يقول وحينها يكون يصدر رئيس الجمهوريه بعد حل البرلمان مرسوم الجمهوريه. زين انت رئيس الجمهوريه شلون اصدرت مرسوم الجمهوريه والبرلمان ما حل نفسه على هذه النيه؟ لا والادهى
انه بعد اصدار رئيس الجمهوريه للمرسوم الجمهوري الماده 64 تقول تعد الحكومه مستقيله. تدري يو احد يو عندنا بس خويا يعني خويا مو دكتور دكتور مو ضغط الشارع من ايام تشرين 19 قالوا لهم نريد انتخابات مبكره وطلع رئيس وزراء قال 6-6 لا تتذكر كان مطلب شعبي. الاجراء مو صحيح الاجراء مو صحيح يعني مو دستوري الاجراءات مو صحيح يعني كل واحد يحافظ على على يعني موقعه ويعني منصب بعيدا يعني الاجراء مو صحيح ولذلك دائما كل اجراء غير صحيح غير خاضع للسياق الدستوري دائما بمشاكل ولذلك الان هم حتى حائرين حتى في نيسان ومو بنيسان حقيقه يعني حتى لو اجلت من نيسان تصبح انتخابات مبكره لانه الموعد الدستوري وفق الماده 56 اولا وثانيا سادس هو يوم 19 هم لا يوم 19/7 19/7 لانه يقول انه اربع سنوات تقويميه يبدا من الجلسه الاولى مال مجلس النواب بالفعل الجلسه الاولى كانت يوم 3 ايلول نقصها 31 وب 31 تموز و8 تصبح يوم 19 تموز هو الموعد الدستوري الحقيقي يعني هسه شغله مو فنيه دكتور طلعت شغله مو فنيه وانتخابات وتزوير هاي الدنيا مليوصه والله كلها مخربطه والله ولا اجراء صحيح استاذ فلاح يقول 2050 نحلم احنا لا 2050 متفائل والله متفائل زين استاذ فلاح استاذ فلاح بدون تيار صدر الانتخابات استاذ فلاح والله هذا ما ترغب به الجهات الاخرى وفي حاله اشتراك التيار الصدري ربما يتفاجأ بالارقام وبالمناسبه يعني على ذكر الدستور حتى بالدستور ترى قالت المفوضيه انه احنا غلقنا الاعتراض هذا هم مو دستوري انت بكيفك انت مسوي حزب تريد بيوم الانتخاب تقول انا يابا انسحبت تروح اصواتك ياخذوها الغير هذا الذي سيحصل في حال اشتراك التيار الصدري يعني لا اعتقد سيحصل على الاصوات التي يريدها امامه خيار ان يتحالف مع من يتحالف هذه قصه في حال عدم اشتراك التيار الصدري التيار الصدري ايش راح يسوي راح يعطيهم 100 يوم او 3 اشهر يعطيهم ثم يتجه نحو نحو الشارع يعني ففي كل الاحوال هي مشكلة يعني حقيقة بس راح يرجع التيار الصدري ماكو انسحابات وجهة نظرك يعني هذا هو البلان انا في توقعاتي ما تقوم به القوى السياسية عبر السوشيال ميديا وعبر القوى الناعمة هو لثني الأغلبية من الذهاب إلى الانتخابات لأنه الأحزاب المنظمة بالتالي جماعتها موجودين يعني أنا دائما أتذكر المثل هذا رحت بالهور دا صور الأهوار أي فقلت له من رئيس الوزراء قال لي المالكي قلت له يا ابو حيدر العبادي صار له سنه يحكم قال والله انا ما ادري قلت له شلون رحت الانتخابات قال والله اعطوني 25 على مود العلاقه اشترى الطماطه رجال ورحت فالقصه في ذهن وطبعا هذه الاحزاب تعول على الاطراف لا تعول على وسط المدن لذلك مارسوا ابشع عمليات التجهيل من هدم المدارس من الأمية وأنا في تقديري هذا كله مقصود لأن بلا تجهيل بلا أمية لا يمكن لهذه القوى أن تصمد الآن لو كان هنالك عندنا 5G وعندنا مدارس حديثة وعندنا مستوصفات تعتقد نفس القوى تعود مرة ثانية مستحيل يعني فبالتالي سيعتمدون على هذه زين وانا راح اخذ منها يشق سؤال للدكتور باسم. دكتور باسم اعتقد انه اجواء اقليم كردستان والغربيه مطمئنه وجاهزه للانتخابات بكل الاحوال حتى مرشحيهم وضعهم مرتبين. الوضع جدا مقلق بالوسط والجنوب للقوى السياسيه الشيعيه، شو راح تخوض انتخابات والشارع ثلاث اربع ضدها؟ شوي اختلف معك جزئيا بهذه المساله، اولا في الجانب الكردي هنالك في سليمانيه حقيقه بؤره متوتره خاصه بعد الخلاف ما بين لاهور جنكي وبافل طلباني، يعني تصور انه في المفوضيه الان الرئيس الرسمي مسجل بالمفوضيه هو تحالف كردستان هو لاهور جنكي، طيب
يعني هو حيفوز راح يفوز كانما لاهور جنكي حقيقه، كيف ستحل؟ ولذلك هم السليمانيه ايضا مع والتاثير التركي ايضا دكتور هم مؤثر على السليمانيه طبعا موجود، لكن انا اتحدث انه كيف انه البيئه، هناك شعور من البيئه الكرديه انه الاجواء غير مهيئه وخشيه انه بعد الانتخابات تحدث صراع ما بين يعني القطبين، لانه الخلاف لم يحل لغايه الان. ولذلك كانت هناك رساله من السيد مسعود برزاني بتاجيل الانتخابات، لانه هناك شعور انه البيئه الكرديه غير يعني حتى في الجانب الغربي ايضا هناك صراع محتدم. صحيح انه اكثر يعني التشظي هو موجود على كل الجميع، يعني لا يشمل فقط، لكنه التغير ربما سيكون يعني محدود، لان هنالك قراءه انه هناك قوتين رئيسيتين هما عزم وتقدم في هذا. طيب دكتور سيناريو انتخابات تشرين مفروض علينا الفوضى ام تامن الانتخابات؟ هل نقدر نقول هيك؟ انا اعتقد انه من شوف احنا اولا خلينا نفكر انه هل نعرف انه السيد كاظم وصف السيد مقتدى بسيد مقاومه، كيف انه تصور انه ممكن يقيم انتخابات والتيار صدري ما مشارك؟ ما هو الحليف الرئيسي هو يعول عليه حتى في الفتره الثانيه، كيف انه تجري انتخابات بدون مشاركه التيار صدري؟ حقيقه خلينا نسال هذا السؤال ونفكر ممتاز فيه. ممتاز اعتقد من الصعوبه الثانيه اذا اجريت انتخابات بدون التيار صدري سنتحول الى الفوضى، راح يسقطوها يوم 25، تذكر كلامي مو يوم 10 تجري راح يحرقون لك النتائج، اذا اجريت يوم 25 في تظاهرات عامه راح يحرقون لك اياها لنتائج الانتخابات. لا لحظه هاي خطيره، 25/10 اذا ما اشترك التيار الصدري، 25/10/2021 اذا ما اشترك التيار يسقط الانتخابات؟ سيتم حرق نتائج الانتخابات يوم 25، وسجلها علي، اذا اجريت وبدون مشاركه التيار الصدري، خلنا هذا بدون مشاركة التيار الصدري يوم 25 سوف يصير. هاي همين خل أختمها وإذا شارك التيار الصدري ولم يحصل على النتائج. لا يعني 10/10 إذا ما صارت يعني راح ينفوض؟ إذا ما صارت الانتخابات يعني الباب مفتوح على كثير من السيناريوهات. وإذا صارت 10/10 هم يقول لك 25/10 هو التيار الصدري أيضا. التيار الصدري إذا اشترك وطلع اقل من المتوقع من النتائج اكيد سيشكك بان هنالك تزوير وستطول وستسحبنا. واذا راحت القوه لا تنسى لن يحقق الى 10/10 وما راحوا لن يحقق. العراق مقبن هيشترى كميه السلاح اللي موجوده بالجنوب، انت شايف العشائر قامت تدق العشائر تصير بالهاونات هسه تربيع هسه بالدرونز تربيع تمام. بس التيار الصدري لن يحصل اكثر من 45 حتى لو اشترك، انا سجلها علي استاذ فلاح، حتى لو اشترك لن يسجل اكثر من 45 باقصى حد، انا اتوقع على حتى اقل من 45 حقيقه. جميل، وبهي الحاله اذا الشعب هو رايد انتخابات ورايد تغيير، اي قوه سياسيه تريد تنسحب وتخرب الانتخابات يعني تقف امام مطالب الشعب العراقي، مو استاذ فلاح؟ لا اذا قلنا هيك يعني اعطيناها كلمه حتى اخذ كلمه اي استاذ مازن دكتور باسل قول. اولا انا لحد الان اعيب على تشرين انه شاركوا بهذه المشاركه المخجله، لانه سيضيفون شرعيه تشرين مجانا، خلينا ينتبهون، راح يضيفون شرعيه تشرين على انتخابات بها مصايب لها اول ما لها اخر. جميل. ولذلك اضافه شرعيه تشرين على هذه الانتخابات اعتقد خطا. اي بس اخذ جمله حتى اخدم من استاذ فلاح تفضل. شو تريد اقول؟ هي هاي من يريد يودينا لهاي المقبنه اللي قلت بيها، ويريد يودينا الفوضى ايا ما كان، هذا التصاعد هو يقف ضد الشعب. انت رجال دارس مسرح، هذا التصاعد الدرامي للاحداث في نهايه المطاف ماذا يتوقعون الذين جوعوا الناس وافقروا الناس وملأوا جيوبهم وحولوا العراق الى اقطاعيات سياسيه؟ طبعا لازم يتوقع هذه النتائج. جميل، السيد فلاح الذهبي الكاتب الصحفي العراقي، شكرا جزيلا لجنابك، شكرا موصول ايضا للدكتور باسل حسين، شرفتنا وان شاء الله نتواصل بحلقات اخرى ان شاء الله. شكرا سعيد، شكرا جزيلا لكم. مخرجنا هم كلمه هم بها شويه مصدر، وهي بها تنبيه ام لا علاقه بالمفوضيه والتزوير والانتخابات، والناس الان اللي تبتز عندهم صفحات تتحدث عن لا للطائفيه وغيره، وهي صفحات تبتز الزعماء السياسيين بعض الشخصيات، هم ثلاثة الآن اللي دا يمارسون هذا الدور
على بعض الشخصيات السياسية وبعض المرشحين للانتخابات ويقولوا لهم الطبخة يمنى والتزوير يمنى. هم ثلاثة، واحد اسمه مشرق 1 ومشرق 2 وواحد اسمه شجاع. على فكرة ذولا هواي يسافرون طابين طالعين دول أوروبية وغيرها، وعندهم صفحات وجاي يديرون بعلم طبعا السلطة والحكومة. وهم أذكر واحد اسمه شجاع وكملوا اسمه، ومشرق وكملوا اسمه، ومشرق 2 أيضا. دول الآن جاي يعملون على ابتزاز أنه يقولون ويعدون بعض الشخصيات والمرشحين إحنا عرابي قضية تزوير الانتخابات وإحنا ندعمكم من خلال البيجات. إن شاء الله وصلت الرسالة. السلام عليكم.